19 20 21 22 بالصلاة على النبي. طب ما زي الفل. ايه يا عم عصام بتحسب في ايه بس؟ يا عم الناس هتقول لي فين العروض بتاعتك؟ وكله شغال تاني 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 تاني. انا عندي بتاع 22 عرض شغالين والناس مش مصدقه. اقسم بالله العلي العظيم يا عم احمد الاسعار اللي هوريها لك دلوقتي ما هتلاقيها عند حد ولا هتلاقي الشغل ده عند حد. تعالى يا عم اوريك العروض بتاعتنا النهارده ايه. لا عم اخويا اقسم بالله العلي العظيم يا اخوات على عروض ده عامل 100 جنيه خليته لكم ب 90 جنيه وده ب 180 بدل 200 اللي هي الكريمه. الفشار ده اخواتي ب 135 جنيه جمله. الكريمه دي يا اخواتي ب 105 اقسم بالله ب 105 اتحدى اي حد بيبيعها بالسعر ده. الشوكولاته الدروبس اللي انتوا شايفينها دي بالصلاه على النبي ب 80 جنيه مش ب 85 جنيه. اي ثلاث علب مربى من دول من دول اهو مش الفراوله الثلاثه ب 105. الشوكولاته الالف ب 200 جنيه بدل من 220 جنيه يا اخواتي. مربى الفراوله زيها اهي اهي يا اخواتي صلوا على النبي كده. علبه الكيت كات ب 135 جنيه العرض شغال. قلب الشوكولاته الفكرها ب 165. الابيض 175. التارجت 175. يلا اخواتي في ايه؟ الاسبريدات الكندر ب 140 جنيه اهي ادي اهي وباقي الاسبريدات عليها العروض منزلينها امبارح. اي علبه فلوتس ب 170 جنيه بدل من 175 جنيه. يلا اخواتي علبه البسكوت الروتر ب 160 جنيه هتحدى اي حد بفضل الله يبيعها السعر ده. يلا والمين ب 120 جنيه زي ما احنا. علبه زبده الفول السوداني اهي قدامكم ب 40 جنيه بدل 50 جنيه بتتباع ب 50 جنيه يا اخواتي. ودي كانت ب 110 ب 90 جنيه عشان اخبركم. يلا يا جدعان اهو تعالى يا عم احمد ده مارشميلو يا جدعان اهو دي كلها عروض. الاسعار دي مش هتلاقوها عند حد يا اخواتي. اسمع مني الكلام الكلام ده كله ب 90 جنيه. اي كيس مارشميلو من دلوقتي كان ب 95 وهنزله لكم ب 90 جنيه. اي خدمه يا اخواتي الاشكال كلها موجوده اهي اهي. تعالى يا عم احمد قرب تعالى يا عم. ايه تاني يا جدعان اعمل لكم ايه تاني؟ دي كلها عليها عروض بالصلاه على النبي يا جدعان. وتعالى يا عم احمد اهو دي كلها ايس كريمات اهي اهي الجالون ب 65 جنيه بدل من 80 جنيه. وهشوف الفيديو الجاي سعره الجديد كام. كل الاطعمه موجوده فز وليمون وفانيليا وشوكولاته واللي انتوا عايزينه اخواتي. ليه يا عم احمد المكان هم نرفزونا حقك عليه. اه بصوا الراجل هيتش ايش اهو. السلام عليكم.